ننتقل بقى مع حضراتكم دلوقتي للنادي الأهلي، وحاجة محترمة جدا زي ما بيتقال دايما، رموز النادي الأهلي على الراس وفي العين. ده الشعار، ده شعار الأهلي اللي بنشوفه، مش بس كشعار بنشوفه بيطبق كمان على الأرض، ومش غريب أكيد إن احنا بنكرم رموزنا دايما. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب قرر منح كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق هنا قلادة الأهلي الذهبية، تقديرا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد، هنا بنتكلم عن 50 عام قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة، نتكلم لاعبا، مديرا للكرة، مشرفا على الفريق الأول لكرة القدم، عضو بمجلس الإدارة، أمينا للصندوق، وكيلا للنادي، معايا لسه نائبا للرئيس، ثم رئيسا للنادي في الفترة ما بين 2002 حتى عام 2014. كمان قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قلادة الأهلي الذهبية، تقديرا لعطائها الكبير للنادي الأهلي لاعبا ومدربا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه أيضا للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء برضو بنتكلم رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام بنتكلم 2000، ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى هذه اللحظة. المجلس أيضا قرر إقامة الحفل ده أو حفل تكريم للرمزين الكبيرين، هيكون يوم 20 إن شاء الله أكتوبر الجاي، لازم هنحضر إن شاء الله، لازم هنحضر أكيد قناة النادي الأهلي وقناة الأهلي هتغطي هذا الحدث الكبير اللي كلنا كأهلوية بنفخر به. العودة برضو يعني للرموز اللي قدمت كتير جدا، فاهم كريم؟ لا دي طبعا ليها معنى كبير جدا، وقاسم مشترك دايما في أجيال مختلفة من النادي الأهلي. صحيح. يعني دايما النادي الأهلي بيجل من يستحق الإجلال والتقدير، ودايما يعني زي ما انت قلتي من شويه، قلتي ايه في القلب وفي العين، ودي حاجه مظبوطه 100%.